أنا اليوم بخبركم قصة واقعية تتكرر وايد في ميالسنا، سوالف وضحك مباريات، فجأة واحد يطلع من الميلس. شباب برقصتكم تبدأ القصة. غيبة على كيف كيفك، غبي ما يفهم، شايف نفسه، وكلام أبد ما له داعي، عادي يتكلمون عنه أكثر عن وقت 5 مباريات وراء بعض وما عندهم أي مشكلة. شباب من رخصتكم ها وين شايف؟ أنا بتحرك الحين ها؟ تتكرر القصة. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.